السلام عليكم. موضوعنا اليوم عن التثقيب درالينج. التثقيب وهو عملية قطع لتنفيذ ثقب دائري نافذ أو غير نافذ في مادة صلبة أو لتوسيع وتجويف، يعني التوسيع أو التجويف. وهذا الثقب موجود أصلا باستخدام أداة خاصة تنفذ عملية التثقيب، بأداة تثقيب مزودة بأكثر من حد قاطع وتدور بسرعة تتراوح من 100 إلى 1000 دورة بالدقيقة، زين، مع حركة ضاغطة لأداة باتجاه القطعة المشغلة. هذا يؤدي إلى تشكيل رايش، حيث أن الحركة اللولبية هي التي تدفع الرايش للخروج وتتم عملية التثقيب. ونسويها بالصناعات الخشبية والمعدنية وفي الإنشاءات وغيرها. زين، هناك طرق غير تقليدية لتشغيل الثقوب، طريقتين غير تقليدية لتشغيل الثقوب. الطريقة الأولى هو التثقيب بالليزر، وتستخدم هذه في المحركات العنيفة التوربينية للطائرات ولإنتاج معدات توليد الطاقة. أيضا نوع آخر غير تقليدي، وهو تشكيل ثقوب صغيرة بالتفريغ الكهربائي، وتستخدم في إنتاج ثقوب دقيقة في زعنفات المحركات النفاذة، كذلك في أجزاء المنظومة المتغذية بالوقود. زين، هاي البريمة، وهذا شكل الحد القاطع. يعني هنا هذا عندنا الحد القاطع الأرضي، هذا الحد الشريطي، وهذا السطح الأمامي هنا، وهذا الظهر. هذه يسموها عناصر أدوات الثقب اللولبي. هنا نجي أهم العوامل لعملية التثقيب. أول شيء من العوامل لعملية التثقيب هو قطر وعمق الثقب، ثانيا سرعة القطع، ثالثا نوع مادة المشغولة، رابعا البعد الغير مسند من ساق البريمة، خامسا الضغط وكمية ونوعية سائل القطع، سادسا نوع ودقة ونوعية سائل القطع. هذه كلها نعتبرها عوامل في عملية التثقيب. زين، أنواع عمليات التثقيب وأدوات الثقب المستخدم. طبعا أول شيء راح نتعلم الثقب المركزي. الثقب المركزي اللي هو يكون أما بالفرجال أو الشنكار، ثانيا تنفذ الثقوب المركزية. شلون ننفذها؟ يعني هي ثقب مركزي ونبدي ننفذ هذا الشيء. ثلاثة، تنفيذ الثقوب بأداة ثقب مركزية مركبة. يعني شنو قصدي بالمركبة؟ يعني تكون عملية السنترة من جهتين بها أقطار مختلفة، قطر أصغر وقطر أكبر. رابعا الثقب العميق، هذا أنواع من البرايم اللي تستخدم بالثقب العميق. خامسا الثقب الحلقي. شنو أقصد بالثقب الحلقي؟ ويتم هذه العملية بتشغيل ثقوب أكبر من 8 مليم، حيث 80 مليم، حيث تستخدم أداة تقطع مجرى دائري على شكل حلقي. إذن الثقب الحلقي راح يشغل لنا ثقوب أكثر من 80 مليم. سادسا تخويش الثقوب، أداة التخويش أو التوسيع. يعني أنا عندي ثقب مسويته ومكملة، بعدين أبدأ أسوي له توسيع بالمليم، راح أبدي أستخدمه في توسيع طبعا هذه يا مشغولات المصنوعة بالسكب أو بالتشكيل أو بالكبس. سابعا البرغلة. البرغلة وهي أداة قطع تحتوي على عدد كبير من الحدود القاطعة أو الأسنان اللي هي من 6 إلى 18 سم، حيث تعمل على توسيع طبقة رقيقة من المعدن ما تزيد من 5% إلى 15% من المليم. يعني شنو 15% من المليم؟ يعني أعشار المليم. وهناك براغل بيها الساق مخروطي وما يزيد قطرها عن 32، وبراغل أخرى لتشغيل أقطار من 25 إلى 100 ملي. وشكراً.